جزاكم الله خيرا. ما الحكم فيما إذا صلت المرأة في منزلها مع الجماعة في المسجد، حيث أن المسجد مجاور للمنزل وهي تسمع الصلاة من المنزل بوضوح، فهل يجوز أن تصلي مع الجماعة في منزلها أم لا بد لها إذا أرادت الصلاة مع الجماعة الذهاب إلى المسجد؟ جزاكم الله خيرا. لا يجوز للمرأة أن تصلي في بيتها وتتابع الإمام، لأنها لا تراه ولا ترى أحدا من المأمومين وهي خارج المسجد، ليست في المسجد، فتصلي وحدها ولا تصلي مع الإمام لأنها معزولة عنه، لا تراه ولا ترى أحدا من المأمومين وهي ليست في المسجد وإنما هي خارج المسجد. وإذا أرادت أن تصلي مع الإمام فإنها تخرج تدخل في المسجد وتصلي وراء الرجال أو مع النساء إذا كان هناك مصلى نساء. نعم.